السلطان عبد الحميد. أنا عبد الستار سطوف من محافظة إدلب من قرية تل منس. إجينا لهون بسنة 2012، أنا وأهلي وإخواتي وأولاد عمي عمامي قرايبيني. إجينا لهون، هربنا من الحرب، شفنا يعني استقبال الشعب التركي إلنا والحكومة التركية والسيد الرئيس كيف كانت معاملته إلنا، فحبينا إحنا نعمل شيء، يعني نقدم هدية، شيء من رد الجميل، شيء من المعروف اللي قدموا لنا اياه. وقع اختيارنا على هاي اللوحة، فقررنا انه نعملها. بدأنا فيها في سوريا قبل سنتين، لما صار المعبر شوي صعب الطلعة والدخلة جبناها لهون وكملنا فيها شغل هون، ولحنا حابين نقدمها لسيد الرئيس وللشعب التركي كله ونقول لهم شكرا على حسن الاستقبال، شكرا على ضيافتكم إلنا، شكرا على الشيء اللي قدمتوا لنا اياه. يعني احنا مشان هيك اشتغلناها. يا عمي ابو احمد هلا هاي مرتبه، تفضل انا اقول خمسه انا شايف يمكن هيك.